هذا القديم نيش هو باقي مزيان، الاخر يكون عنده واحد لافونس اللي كثيره كيقشل هذا القديم، فهمتي؟ عمرهم ما كيكونوا عندهم العبار مقادين. دابا هاد الباتريات جوج ما غادي يحيدوا، واخا هذا باقي مزيان خاص جوج باتريات نفس العبار نفس الماء نفس الكاليتي نفس الجوده، وقلت لكم نفس الكاليتي راه هي نفس الجوده الله الا تلفت، ويكون عندهم نفس المده الصلاحيه. كما كتشوفوا معنا المشكل هو الباتري، اجي تشوفوا معايا الباتري شنو هو. انا ملي كندور كونتاكت تيتخطف ليا الطابلو ديال الكاميو تيتخطف ليا. دابا ملي تخطف الطابلو ديال الكاميو اوتوماتيكمون وانا نعيق باللي راه كاين المشكل في الباتري وماشي من الديمارور. حيت علاش؟ حيت الديمارور الا كان فيه مشكل كتسمع الموطور، كتسمع الموطور يدور والطابلو راه كيبان لك راه شاعل، فهمتي؟ ولكن الديمار مكيشاش، كتسمع واحد زينينه بحال كيلصق، فهمتو؟ بحال كيلصق، هذيك كتعني بان الديمارور. المهم عندك شي مشكل في الديمارور ولا الفان ديسك ولا شي حاجه بحال ما هكايا، ولا الروليه ديال الديمارور ولا الشخربيقه بحال ما هذا. صباح النور الخوش، فيديو جديد نهار جديد كما كتشوفوا معنا. كنتمنى كل شيء تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم زوينه اللي درتو لي في الفيديو اللي داز. كنت انا مريض وبزاف ديال الناس سولت فيا وبصح حتى في الانستغرام بزاف بدكم بصح في الانستغرام سولوا فيا بزاف، وشكرا شكرا لكم بزاف وكاع الناس اللي داش معنا بالشفاء، شكرا بزاف حتى اي واحد كيقدر يمرض. والفيديو ديال اليوم حاولت غادي نديرو لكم واحد الفيديو شي حاجه اللي زوينه. كاميو ما بغاش يديماري ليا، مناش علاش اشنو علاش ماشي ديماري؟ اجيو تشوفوا علاش. الكاميو اقسم به اوتوماتيكمون مشكل، ها هو كما كتشوفوا معنا المشكل هو الباتري، اجيو تشوفوا معايا الباتري شنو هو. راه شوف الديماراج ما بغاش يديماري، الشاحنه ديالتنا هي هادي، علاش ما بغاش يديماري؟ ملي جيت صبت الكوسات ما بغاش يديماري، مشكل انا حيدت دابا هاد الكوفيره هادي انا حيدتها. المشكل ها هو مناش هاد لا ميديتي كاينه فيها هادي، هاد الباتري باقي مزيان واخا فين ميديتي ماشي مشكل، كنكبوا عليها عقلوا عليها الخوش كنكبوا عليها الماء سخون كيحيد هاد الشيء، ولا كتبدل الكوس باش ما يبقاش هاد الكالكير. هاد الباتري مزيان، هذا اللي ما مزيانش. علاش ما مزيانش؟ درت لي واحد التجربه، كتجيب جوج خيوط باش كنديماريو الباتري، باش كنديماريو من كاميو كدير هنا خيط وهنا خيط، اضرب راه كتعرف باللي اضرب راه كتعرف باللي كاين فيه الضو، ما ضربش كتعرف ما كاينش الضو. عندي مشكل في هاد الباتري هذا. دابا كما قلت لكم دابا هاد الباتري احسن من هاد الباتري، ولكن هاد الباتري باقي مزيان وهذا ما مزيانش. علاش؟ ولكن دابا حنايا ملي غادي نبغيو ناخذوا باتري ماشي غادي نجيبو غير واحد غير هذا، لا، علاش غادي ما غنجيبوش غير واحد؟ خاصنا نجيبوهم بجوج، واخا هذا باقي مزيان، حيت هذا اللي باقي مزيان كيقشل هذا القديم كيقشل الجديد، ودابا اللي جبنا واحد اخر جديد وركبناه مع هذا القديم النيش وهو باقي مزيان، الاخر يكون عنده واحد لافونس اللي كثيره كيقشل هذا القديم، فهمتي؟ عمرهم ما كيكونوا عندهم العبار مقادين. دابا هاد الباتريات جوج ما غادي يحيدوا، واخا هذا باقي مزيان، خاص جوج باتريات نفس العبار نفس الماء نفس الكاليتي نفس الجوده، وقلت لكم نفس الكاليتي راه هي نفس الجوده الله الا تلفت، ويكون عندهم نفس المده الصلاحيه. حيت علاش؟ حيت هما كيكونوا بحال، حيت واحد ما كياكل من واحد، كيكونوا غاديين مقادين، ولكن الا كان واحد احسن من واحد، واحد كياكل واحد كيقشل واحد. حيت علاش سولت من قبل؟ حيت انا ما كنتش حاضر هاد الباتري اش تبدلوا، تبدل واحد وبقى واحد، قلت ليهم الا تبدل واحد وبقى واحد، واحد تيقتل واحد، خاصهم يتبدلوا بجوج بحال ونفس الماركه وكل شيء. علاش بزاف مش الطريقه اللي صعيبه، وهذا الشيء علاش كنقول لكم الدراري ديما الانسان يجرب كاميوات يصوب في اي حاجه يقدر يتعلم ليها واي حاجه يقدر يعرفها. دابا راه ملي انا اوتوماتيكمون وكاميو ملي ما بغاش يديماري ليا فهمت باللي عندي مشكل في الباتريات ماشي المشكل في الديمارور، حيت كاين الفرق ما بين الديمارور وما بين الباتريات. علاش هادشي كنقول الدراري؟ مزيان اخويا صو كاميو قديم، وهي واخا يكون الكاميو جديد كيطنطن خارج من لاميزو كيموتو لي الباتريات، واخا يكون جديد كيطنطن حيت الباتريات عندهم واحد المده الصلاحيه وشي سالي، فهمتوني كيفاش؟ انا غادي نتسنى دابا غادي نديماري دابا ان شاء الله وغيجيبوا لي باتريات، قال لي غير ديماري دابا وغنجيبوك باتريات جداد باش كاميو ديماري، حيت هذا بوالو كبير ماشي كاميو اللي زعما اللي صغير، ماشي زعما طوموبيل كما كيقولوا غادي تدفع ولا شي حاجه، راه كاميو هذا خاصو ضروري، هذا خاصو ضروري باتريات. علاش كنقول لكم الخوش ديما 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 انسان يتعلم ويشوف، راه ما بقاش مشكل في الفوله
راه ما بقاتش اخوت الفولا هي كلشي ولا شي حاجه. المشكل هي خاص الانسان بحال ما كاين بحال هاد لومبانيش. شو انا هاد لومبان دابا عندي عق شويه في البلاصه، كما في هاد الفيديو غنشرح لكم اشنا هما الاسباب باش عقش انايا بسبب بان الباتري هو المشكل وماشي الديمارور، حيت عندهم نيشان نفس الاسباب كيكونوا قراب لبعضياتهم. ما غادي نشرح لكم ان شاء الله بما ديماريت الكاميور خوش الديماراج ديالي. شوف كيفاش درت لاماس ديرو بالبيسا هنايا وحيدو هاد الكاميرا نبداو ديماراج. ناخذ التيكيت ديالتنا بحال ما هكا جازلين هذا طريق السلام الجامع ان شاء الله. قول دابا يلا تحتل في الطروس مش على الطريق ديالي كيما كتشوفو معنا الخوش. غنشرح لكم الطريقة كيفاش قلت لكم قبيلة ديال هذا ديال الباجي كيفاش. اوه كيما الفيديوهات اللي من قبل داكشي راه ساهل الخوش بالنسبة ل داكشي ديال لوطوروط. راه نتوما راه ما يخلعكم حتى حاجه اللهيك 16 مراكش الفوق دار بيضا اخرى بيا بني ملال. ماشي كنتي غادي بني ملال طيح هنايا في هاد الدخله بقى غادي تشاد ديك راك بني ملال وخرج انا واحد الجانب الخوش. المهم خوش بالنسبه للباتري كيفاش تعرفتوا انايا الباتري وماشي ماشي من الديمارو. هاد القضيه هي اللي غادي نشرح لكم في هاد الفيديو. انا كنت قلت لكم كيفاش غادي نشرح لكم الطريقه ديالته ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكيفاش عقش بان انا عندي المشكل في الباتري وما عنديش في الديمارور واخا عندهم هما عندهم واحد العلاقه مع بعضياتهم قراب لبعضياتهم شنو فهمتوا قراب واحد شويه لبعضياتهم. هي اللي غادي نشرح لكم دابا ونشرح لكم القضيه كامله في هذا الفيديو. كما قلت لكم الخوش الطريقه كيفاش عرفت انايا الصباح ملي جيت كندور في كونتاك وشوف وديجا البارح كان زعما راه مديماري الكاميو والصباح ملي جيت نديماري كيتخطف لي الطابلو كيتخطف ماشي كيدي ماشي كتحس بالكاميو كيبغي يديماري وما كيديماريش. هذا هو الفرق اللي غنشرح لكم اليوم باش عرفت انا. دابا اي واحد كتوقع عليه هاد المشكله نيت ديال الباتريات كما قلت لكم واخا يكون الكاميو الله خارج من لا ميزون كي وقع لي هاد المشكل ديال الباتري راه شي حاجه اللي عاديه جدا. فهمتوا الباتري كيكون ضعيف واحد مزيان حيت انا كاين عندي واحد ضعيف واحد مزيان ولكن هذاك المزيان غيقتلوا هذاك الضعيف خاصهم يتبدلوا بجوجهم جداد. هذه من واحد الجانب كيفاش انا تعقص بهذا الشيء. دابا انا ملي كندور كونتاك تيتخطف ليا الطابلو ديال الكاميو تيتخطف ليا. دابا ملي تخطف الطابلو ديال الكاميو اوتوماتيكمون وانا نعيق باللي راه كاين المشكل في الباتري وماشي من الديمارور. حيت علاش؟ حيت الديمارور الا كان فيه مشكل كتسمع الموطور كتسمع الموطور شي دور والطابلو راه كيبان لك راه شاعل فهمتي ولكن الديمارور ما كيشاش كتسمع واحد تزاينينه بحال كيلصق فهمتو بحال كيلصق هذيك كتعني بان الديمارور. المهم عندك شي مشكل في الديمارور ولا الفان ديسك ولا شي حاجه بحال ما هكايا ولا الروليه ديال الديمارور ولا الشخربيقه بحال ما هذا. الديمارور هو عنده الطرق ديالو كيفاش كيديماري هذاك تقدر تصايبي غير راسك ماشي مشكل. الباتري ما عندوش تصاويب خاص واحد يديماري لك ولا خاصهم يجيبوا لك باتري جديد. المهم هي هذيك انا ملي عرفت هذيك وانا نطلع الباتريات صيفط شي واحد في لاميديتي ماشي مشكل انكب عليه الماء سخون كما قلت لكم حيت الواحد ضروري خاصو يصوفي راسو ضروري خاص الانسان يصوفي راسو ما يبقاش محنسر بحال ما كول شي حاجه. هذه منه واحد الجانب صافي هي هذيك درت جا عندي الدري صاحبي معنا النيش في نفس الشركه درنا لاماس درتو بالبينسا راك شتو مور لاماس درتو ما بين الشوك باك جوج بنوات كاين فيهم واحد ما بيناتهم بينسا هذوك درت بيناتهم لاماس تما بلا ما غندير خيط لاماس فهمتش درت هذاك حيت الخيط كان شويه بعيد صافي كنديرو الخيط كنديرو زائد وكنديرو امارش حاجه عاديه فهمتوني كيفاش ماشي شي حاجه اللي زعما اللي صعيبه واحد كيدور كونتاك كيديماري الكاميو تعاون شويه بكسيراتو. من ناحيه الديمارور الا كان واحد النهار ماشي ديماري الكاميو كتخشى لتحت بحيث بعض المرات كدور هادي كدور مع الموطور هذيك كدور مع الديمارور هذي من واحد الجانب. هذي اذا كانت عندك شي نهار وقع لك ديما الديمارور دبر على شي فراشه ولا شي سخربيقه الا ماشي ديمارك الكاميو تخشى لتحت ودقدق على الديمارور عرفت كيفاش دقدق عليه دبر على شي بينصا ولا شي مطرقه ولكن ماشي تضرب بالجد
فهمتي ضربها بشويه دقدق عليه حيت هو بعد ما كيكون لاصق دقدق عليه صافي غيديماري لك في البلاصه غيديماري لك الكاميه. هذا بالنسبه للديمارور. وبالنسبه لبيتري بيتري راه ما عندوش الخوش حل فهمتوني. البيتري راه خاصك تجيب بيتري ولا خاصك تدبر على من ديماري لك ولا المهم بيتري ما كاينش عنده حل فهمتوني كيفاش. واحد الحاجه انا كان عندي واحد الكاميو اخر كيفاش كنت كنديماري ليه دابا كان بيتري وكان واخا كنديماري ليه اكيد راح شويه ما كيبغيش يبقى يديماري كيقول لك شي واحد لا راه يدور زعما كاين راه غيتشارج يعاود يديماري لا ما بغاش يديماري ليا شكس كندير لي انا عاقبي كنخلي البرد طالع كنسكت كنبغي نديماري لي ولكن البرد ضروري خاصو يكون طالع قابدي مع شي تهويده دفع طروازيام حيدرجك على لامبرياج غيديماري بحال الطوموبيل ولكن البرد خاصو يكون طالع وتكون في شي هابطه. هادشي غير الا بغيتي انت تصوفي راسك وكان عندك البرد طالع. انا بغيت هاد الفكره نخليها لكم حتى هي حيت دس من هاد المرحله انا نيت فهمتوني كيفاش. انا اي حاجه دس منها كنقولها لكم وكنعطيها لكم كخبره حتى نتوما باش تبقى لكم في بالكم. حيت علاش راه ما بقاتش انا صايق فريكو راه شوف انا راه حشي راه ماشي الناس اللي كيسوقوا فريكو ولا كيسوقوا بوتشار ولا لابان انا كنقول هادشي دس فيه ولكن راه كيكون واحد الاختلاف. دابا اللي صايق فريكو راه عنده نقع راه ما كاينش هادشي راه قليل اللي كيعرف هادشي. راه كاين دري مسكين كيبدا مبتدئ كيدي ابني عمو كيحطو حداه فهمتيني كيشد توا فريكو ما كيفهمش في هادشي بزاف. علاش مزيان الواحد يشد العدم ويشد كاميو ناقص ويبقى غادي دقه دقه ويعرف يصوفي راسو. تقدر تصيب واحد مسكين طايحه اون بان نفس الاون بان تصوفي فهمتي. انسان مزيان يدوز كاميو يكون معدوم ويدوز في فهمتي كما كيقولوا كيتكافح والنهار اللي غطيح في الجديد حتى الجديد راه زبده الجديد الجديد راه غادي راسو غادي راسو. بالنسبه لهاد الحديد اللي كيكون شويه مدير ضروري من هاد لومبانات ولكن انا كتعجبني بحال هاد لومبانات. علاش كتزادني واحد الخبره واحد الاكسبيريونس كتزادك شي حاجه اللي كثيره كتولي كتعرف بزاف د الحوايج كتولي تصوفي راسك كما كيقولوا. بحال دابا باتريات هادي العيبات في البلاصه كتعرف ولكن ما بقاش المشكل شنو هو في الباتري اللي غتلصقيه في الكاميو وكيفاش انت غتعرف هذاك العطاب فهمتوني. خاصك تعرف العطاب مناش راه كاين اللي مسكين دابا راه شي حاجه خفيفه هو ما عارفش شنو هو العطاب والعطاب ساهل. علاش هذاك ما دووش الحديد القديم فهمتوني كيفاش ما عرفش هادي طاح لي اونبان. اما حديده جديده حتى ما تعرفش هذوك الاونبانات والله ما تعرفهم بالله حيت بنادم ما دايش الله يحسن العون. الحديد القديم تيعلم تيعلم وتيعلم الاونبان وتيعلم كل شيء كيعلمك لاي حاجه صراحه يلا هذه من واحد الجانب. والمهم الخوش هذا الفيديو ديالنا اليوم هو هذا على حساب البيتري وكنقول لكم شكرا بزاف 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 على الناس اللي سولت فيا ملي كنت مريض وداك الشيء شكرا بزاف والحمد لله انا دابا صحيت وليت بخير وشكرا. وانا عارف السميات ديالهم كاملين هذوك اللي قالوا لي سولوا فيا بزاف والله العظيم وشكرا لهم بزاف وانا كنحبهم لله. وكما قلت لكم الخوش الفيديو ديالتنا التوضيحي راه حنا درناه وغادي نساليو هنايا ان شاء الله. وكنقول لهذوك الناس اللي سولت فيا ملي كنت مريض شكرا بزاف شكرا بزاف وحتى الناس اللي ما سولتش فيا كنقولها حتى هي شكرا بزاف راك تفرجتي في الفيديو شكرا بزاف ماشي مشكل. ونخليكم الخوش ان شاء الله نتلاقاو في هذا الفيديو اللي غادي يكون اخر شي حاجه اللي غادي تكون زوينه طوب. المهم انا راه اي فيديو درتو راه كنشاركو معاكم هادشي اللي كاين الخوش. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر.